من حق الحكومات حينما تأتي حكومة جديدة من الناحية الدستورية والقانونية، يحق للحكومة أن تسحب جميع القوانين الموجودة في البرلمان من أجل تجويدها وإعادة النظر يعني في مضامينها وفي المقتضيات ديالها. فهذا حق دستوري. وبالعكس كاين بعض التجارب الديمقراطية التي يتم السحب بشكل مباشر، لكن المشرع الدستوري ديال بلادنا عطى الحرية للحكومة باش تعمل يعني السحب وفقا للتصور. هذا القانون هذا الجنائي عمر في البرلمان منذ سنوات، ما تمت المصادقة عليه في الولاية السابقة. اليوم قضايا كثيرة جدا ظهرت، ما يمكنش هذا القانون اليوم نصادقوا عليه ونجيبوا عاوتاني قانون واحد اخر جديد. نعطي مثال فقط بسيط، الاعتقال الاحتياطي. الاعتقال الاحتياطي وصل لواحد الارقام كبيرة جدا اللي ما بقاتش يعني نقدروا نفهموها. ولا كتشوفوا حتى الاجهزة القضائية كلها ما فتئت تنبه لهذه المسألة هذه. فإعادة النظر في القانون وتضمين مقتضيات جديدة مرتبطة بالمسألة الاعتقال الاحتياطي، مرتبطة بالعقوبات البديلة إلى غير ذلك، هو اللي خلى الحكومة أنها تسحب هذا القانون هذا. فبالتالي غادي تسحبه، فبالتالي غادي تعدله وفق يعني الرؤية ديالها للقضايا بصفة عامة. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24 عيونكم التي لا تنام.